مساء الخير واهلا وسهلا بيكم مع اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده حقيقه هنتكلم في موضوع انا اعتقد انه في غايه الاهميه ويحتاج ان احنا نركز فيه ونتعلم. وكنت اتمنى يبقى في تليفونات عشان لو حابين تسالوا، بس في الفيسبوك يعني تقدر تبعت اسئلتك عن طريق الكارما عن طريق جوائتك، والاخ فرايم اعتقد هيقدر حتى بعد حلقه يجاوب على الاسئله. اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن مستقبل العالم ومصير البشريه. معايا الاخ فرايم فخري خادم الرب، خلينا نحييه. اهلا وسهلا بيك اخ فرايم. اهلا بيك يا استاذ سمير، ازي حضرتك؟ نشكر ربنا ان شاء الله تكون طيب. طيب اخ فرايم، كنت عايز بس اسال سؤال في البدايه، يعني فكره موضوع الحلقه ايه؟ يعني فكره موضوع الحلقه ان المستقبل بيشد اي انسان في العالم، فاي انسان بيسال عن مستقبل العالم، مستقبل البشريه، مصير الشيطان، مصير الأشرار، أي حاجة خاصة بالمستقبل. ففكرت علشان أتكلم في هذا الموضوع أرجع لكلمة الله. كلمة الله هي المرجع الوحيد اللي بتكلمنا عن الماضي والحاضر والمستقبل. فمثلا لما حب الرب يقول لإبراهيم أخبار عن المستقبل في تكوين 18، الرب قال لإبراهيم كده: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ والرب أخبره أخبار خاصة بمستقبل سدوم وعمورة. مثال تاني، لما يوسف وقف قدام ملك مصر فرعون أخبره مقدما إن في 7 سنين شبع ويعقبها 7 سنين جوع. مثال تالت، دانيال لما وقف قدام الملك نبوخذ نصر أخبره عن مستقبل العالم لما يبقى تحت سيادة الأمم والإمبراطوريات الأربعة. فإذا أردنا أن نعرف شيئا عن المستقبل نرجع إلى كلمة الله. يعني الكتاب المقدس بيدينا توضيحات عن المستقبل وإيه اللي هيحصل. يعني في حضرتك الماضي والحاضر والمستقبل. وده نشوفه من كلام الرب للرسول يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا 1:19، لما كان في جزيرة بطمس وقال له: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. أدي الماضي الحاضر المستقبل. المستقبل. طيب عندي سؤال تاني يا أخ إفرايم، يعني دلوقتي ليه الشيطان بيهاجم بالذات سفر الرؤيا، ولا سيما الأجزاء اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ أنا بتتكلم عن المستقبل، ليه الشيطان بيهاجم ال ده؟ سؤال في محله، لأن سفر الرؤيا هو السفر الوحيد اللي بيعلن مصير الشيطان. والشيطان طبعا مش عايز حد يعرف نهايته ومصيره. فمصير الشيطان سيقيد في الهوية لمدة 1000 سنة، ثم يحل من سجنه زمانا يسيرا، وبعد ذلك يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت إلى أبد الأبدين. فسفر الرؤيا لأنه بيعلن مقدما مصير الشيطان، الشيطان بيكره سفر الرؤيا. عشان كده بيكره سفر الرؤيا. طبعا، لأنه بيقول بيتكلم عن مستقبله يعني. أيوه بالظبط. طيب بص يا أخ إفرايم، إحنا رحنا عملنا فوكس بوب، يعني لقاءات كويس نسمع رأي الشباب في الموضوع ده. يبقى كويس. يعني موضوع سفر الرؤيا ومجيء التاني والاختطاف، فتحب تسمعه؟ بكل سرور. طيب اتفضل. طيب المخرج هيحطه لنا على الشاشة.
صراحة سفر الرؤيا من الأسفار اللي كانت صعبة بالنسبة لي لما جيت أقرأ الكتاب المقدس. هو أكيد في حاجات بتبقى صعبة، في صعب إن أنا أفهمها، وفي حاجات بتبقى سهل إن أنا أفهمها من كتر قرايتي في الكتاب المقدس. هو في أول كام إصحاح بيبقى مشهد كويس بيشرح العرش واللي بيدور في العرش، لكن بعد كده الأختام والأبواب بتبقى صعبة عليا إن أنا أفهمها شوية. سفر الرؤيا من أكتر الأسفار اللي صعبة قريتها، يعني لاني قريتها كذا مره، في حاجات كنت بفهمها من اول مره بتيجي معايا، في مرات لا الدنيا بتبقى صعبه، يعني بدور بعمل سيرش في حاجات اصلا ما بفهمهاش حتى بعد السيرش بجد خالص. بحس ان هو صعب لان في رموز وفي حاجات انا ببقى مش فاهماها، بحتاج حد يفهمها لي. وانا لما بقراه بحس ان هو يعني في حاجات ممكن افهمها، لكن في حاجات بتبقى صعبه محتاجه حد يكون فاهم قوي يقعد معايا يشرحها لي. بحاول ارجع لحاجات اقراها تاني، كتب لسفر الرؤيا، شرح من على النت. سفر الرؤيا طبعا مهم لان هو بيقول لنا نبوات عن ربنا ازاي هيجي وايه الحاجات اللي هتحصل قبلها، بتوضح لي ايه اللي هيحصل بعد كده، وفي حاجات اللي انا قريتها دي اصلا حصلت ولا لا. في اهميه طبعا احنا نقرا سفر الرؤيا لان هو بيشرح لنا اواخر الايام هتدور ازاي، ده حاجات للمستقبل وفي حاجات اتحققت، بس في كله شامل للمستقبل، فانا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل فلازم انا اقراه. حاسه ان في نبوات بتتحقق زي الحروب مثلا، في زلازل، في حاجات بنسمع عنها، في حاجات بتحصل بس مش كلها، يعني في البعض منها حصل. في بعض النبوات بس يعني انا كشاب لسه ما درستهاش، زي ان معظم النبوات حصلت لمعظم الكنائس ما عدا كنيسه لودوكيه، وفي بعض المفسرين بيقولوا احنا عايشين حاليا في كنيسه لودوكيه. كان في وباءات وفي مجاعات وفي بلدان بتحارب بلدان وكده، يعني في حاجات اتحققت بس مش كتير. وباء، حروب، مجاعات، ضيق، في ضيق بيحصل في المؤمنين. انا لازم اتابع الحاجات اللي بتحصل عشان في حاجات هتحصل في المستقبل لازم انا اكون متابعاها في الكتاب المقدس، لان دي بتبقى نبوات وممكن يكون منها حاجه المجيء الثاني قرب خلاص. انا شايفه ان لينا احقيه عادي ان احنا نشوف الاحداث دلوقتي، ان احنا ممكن نكون بنربطها بالاحداث اللي حصلت في الكتاب المقدس، بنتاكد هي بتحصل دلوقتي ولا لا على النت او على شاشات التلفزيون. طبعا لازم اشوف الحاجات ديت واشوف الحاجات اللي بتحصل. انا عن نفسي انا مش بتابع قوي، بس هو ان احنا نتابع علشان في حاجات كتير بتحصل دلوقتي مكتوبه في الكتاب المقدس ان هي هتحصل. اعتقد ان حقي نعرف الاخبار ايه. المسيح هيجي امتى دي ما قالش عليها انه هيجي في اي وقت، هيجي الصبح، هيجي بعدين، بعد ساعه، بعد 10، دلوقتي. انا مش عارفه، الموضوع مبهم بالنسبه لي لان هو مش مذكور هيجي امتى بالظبط، مش موجود في الكتاب المقدس ان هو هيجي امتى، لا عشان دي حاجه لا يعرفها لا يعلمها الا الله وحده. طبعا هو قال هيجي عن قريب، ما حددش يوم ولا اي حاجه هيجي امتى. هو من بدري قوي او من ساعه ما كان موجود اصلا قبل ما يتصلب ويموت ويقوم بيقول ان جاي قريب، بس ده اللي هو من 2000 سنة فهو لسه ما جايش. امتى هيجي لا مش عارفة. شفت حضرتك آراء الشباب وبيكلموا، يعني هما كويس طلعوا اللي في قلبهم كده، يعني عن سفر الرؤيا، عن الخطاب، عن المجيء، زي ما تقول متلخبطين مش فاهمين يعني كده. استشفينا نبض الشباب، يعني هم حابين يعرفوا كلام عن المستقبل، حابين يعرفوا خلفيات الكتاب التاريخية، ايه اللي حصل في التاريخ وايه اللي هيحصل بعد كده، حابين يعرفوا تفصيلات خاصة بمجيء المسيح، يعني امتى هيجي وهيجي ازاي. في الحقيقة انا مسرور جدا بهذه الأسئلة، وهنعتبر يعني دي خط سير الحلقة. الرب يساعدنا علشان نجاوب بالظبط الحلقة. يعني في مثلا حضرتك بتقول ان الشيطان بيحارب سفر الرؤيا، ولا سيما الاجزاء بتتكلم عن المستقبل، هل في امثله في الكتاب المقدس يعني بتساعد ان احنا او بتاكد الكلام ده؟ يعني ذكرت لحضرتك بعض النماذج زي إبراهيم لما كان في مقابلته مع الرب، وكان إبراهيم بيشيع الرب فأخبره مقدما عن أمور خاصة بالمستقبل. الرب يسوع في حديثه على جبل الزيتون في متى 24 يكلمنا كتير عن المستقبل، فالحقيقة الصح ده مليء جدا
بأحداث المستقبل وأخبار العالم. كمان في سفر الرؤيا الرب قال لي يوحنا أنا عندي الماضي والحاضر وكمان عندي المستقبل، اكتب عن ما هو عتيد أن يكون بعد هذا. العبارة دي تجرنا للمستقبل. إجمالا إذا أردت أن أعرف شيئا عن المستقبل أرجع إلى كلمة الله. يعني إذن برضو تاني بنرجع نقول أن المستقبل موجود في كلمة ربنا، ولا نستقل معلومات من كتابات البشر، لأن من الخطأ أن احنا نستقل معلومات من مصادر بشرية. فالبشر لا يستطيعون أن يعطونا المعلومات الصحيحة عن مستقبل العالم أو عن أخبار العالم، كلها معلومات مضللة. فأنت حضرتك بتقول لنا أن أنا أبني كل دنيتي ومعلوماتي على الكتاب المقدس بالضبط، وأرجع هو المرجعية السليمة ليا. يعني حضرتك إذا سألت واحد من سكان سدوم وعمورة، خلينا نتكلم في الواقع، مثلا وقلت له إيه مستقبل البلاد اللي عندكم دي، هيقول لك نخبركم بالتقدم الزراعي والصناعة والمعماري والخطط اللي جاية والمستقبلة، لكن أمر القضاء والدينونة والحريب النار هل يخطر على بال واحد من سكان سدوم؟ لا طبعا. نفس الوضع النهاردة، النهاردة العالم مشغول، مشغول بإيه؟ بكل حاجة ما عدا أمور الله. فهو مستقبل العالم ومصير البشرية مجهول تماما قدام الناس. عشان كده الرب يستخدم هذا الحديث وهذه الحلقة علشان تكون نبراس مضيء للناس يعرفوا كل شيء عن المستقبل، لأن من الكتاب المقدس، يعني حاجة يجيبهن من كلمة ربنا. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. الكلام ده في بطرس الثانية واحد، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بدون كلمة الله سنعيش في الظلمة ونتخبط في الظلام، لكن كلمة الله تنير لنا الطريق، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. طيب خليني أخش في حتة تانية يا أخي إبراهيم، حتة يعني واقعية شوية. فضل. دلوقتي في نبوات عن المجيء، أيوه. عن المجيء التاني، أيوه. وفي أحداث جارية، أيوه. بتحصل في العالم بالزبط. في الكرة الأرضية، هل في علاقة بين النبوات دي وبين الأحداث اللي بتحصل حوالينا؟ بالتأكيد، يعني في علاقة بين النبوات والأحداث، لأن الله بيحب يجهز العالم سياسيا واقتصاديا ونفسيا للأمور المستقبلية. الله بيجهز العالم، بيعد العالم لاستقبال الأمور الخاصة بالمستقبل، واللي عايز أقول لحضرتك هي رهيبة جدا جدا. النهاردة أمور العالم ماشية إلى أردأ، مفيش تقدم إلى الأمام، يعني كل حاجة رجع لورا. فالله بيعد الناس وبيعد العالم، لعل كل إنسان يسمع هذه الحلقة يستفيق ويفوق ويعرف أننا على نهاية الأيام وعلى العتبة الأخيرة. يعني إذن الأحداث الجارية دي النبوات بتتنبأ عنها، إعداد وتجهيز للعالم، سياسيا واقتصاديا ونفسيا. طيب ما أقدرش أعرف من حضرتك، معلش، يعني بعض هذه النبوات اللي اتقالت عن مجيء المسيح. هو شوف حضرتك، النبوات اللي في العهد القديم بتتكلم عن مجيء المسيح للعالم وليس مجيء للاختطاف. في فرق بين الاثنين، لأن الاختطاف ده سر مش معلن في العهد القديم، ده خاص بالكنيسة. لكن المسيح هيجي للكنيسة أولا ثم هيجي للعالم، يعني في مرحلتين للمجيء. حضرتك تقصد النبوات المرتبطة بمجيء المسيح للعالم، يجب أن احنا نتابعها كويس جدا زي ما الرب أشار في إنجيل متى أصحاح 24. يعني يجب نتابعها، مش شغل بيننا. يعني حضرتك في متى 24 في عبارتين الرب قالهم مهمين جدا جدا، وفمتى نظرتم ركسة الخراب
التي قال عنها دانيال النبي حينئذ ليفهم القارئ ما تنظرتم. العبارة الثانية ما ترأيتم هذه الأمور صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. العبارتين دول في متى 24. العبارة الثالثة المكملة في لوقا 21 ومتى ابتدأت هذه فارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. يبقى أنا عندي ثلاث كلمات محورية. متى نظرتم، متى رأيتم، متى ابتدأت. يبقى أنا مدعو النهاردة أن أنا أنظر وأرى وتأمل. ما اديش ظهري للأحداث، ما اديش ظهري للأحداث. شوف حضرتك مجيء المسيح الثاني مش مرتبط بأحداث والعلامات، لكن مش قادر أفهمها برضو. ما إيه الفرق بين مجيء المسيح؟ احنا كنا بنقول الرب جاي مجيء واحد. ما لا هم مرحلتين. مرحلتين اتنين؟ مرحلتين. ايه هم دول؟ المرحلة الأولى هيجي الاختطاف الكنيسة. وده حضرتك مجيء وهيكون غير ظاهر للعيان، مجيء سري، يعني جاي خاص يحسوا بيه العالم بعد الاختطاف. يعني بعد الاختطاف يدوروا على المؤمنين ما لهمش، يدوروا على الأطفال من كل مكان ما لهمش. ده مجيء المسيح الثاني للكنيسة، ده مجيء سري. إنما بعد 7 سنين المسيح هيجي برضه، بس هيجي للعالم. الكنيسة وصلت فوق، لكن هيجي للعالم علشان يدين المسكونة بالعدل. الرب له وظيفتين، يخلص ويدين، يخلص اللي بيؤمنوا بيه ويدين كل الذين رفضوه. فوقت القضاء والدينونة وتطهير الأرض من المعاصر وفعلة الاسم دي في المرحلة الثانية، مجيء المسيح للعالم. دي مرحلة تانية. مرحلة تانية اللي النبوات بتشير إليها. والمرحلة الأولى اللي هو الاختطاف الخاص بالكنيسة. طب معلش أنا برضو بنقرأ كلمة الظهور. فإيه الاختطاف؟ إيه المجيء؟ إيه الظهور؟ هل في فرق بين التلاتة؟ ده سؤال كويس. الاختطاف ده دي المرحلة الأولى، يعني الأموات في المسيح سيقومون أولا، وإحنا الأحياء نتغير ونخطف. فكلمة الاختطاف دي المرجعية بتاعتها موجودة في الكتاب. ونخطف جميعا لملاقات الرب في الصعف في الهوام. أما بعد الاختطاف ب7 سنين في ظهور، هيظهر المسيح علانية للعالم. يبقى في فرق بين الاختطاف والظهور. في فرق بين الاثنين. ايوه الاختطاف مش هو الظهور. لا، الاختطاف خاص بالكنيسة، الظهور خاص بالعالم، والفارق الزمني 7 سنين. طب من كلام حضرتك او من الكلام اللي سمعناه برضه في الفوكس بوب والشباب والكلام اللي بنسمعه، بيقول لك ان يبقى في زلازل، في اوبئه، في مجاعات، يعني دي علامه من علامه المجيء. فالسؤال اللي بساله حضرتك دلوقتي، الزلازل والاوبئه والمجاعات، طب ما احنا من يوم ما يعني افتكر من ايام اجدادنا واحنا نسمع ان في زلازل وفي اوبئه وفي مجاعات، فاشمعنا دلوقتي يعني بنقول ان ده دليل على المجيء؟ يعني شوف حضرتك تحديدا للسؤال، مجيء المسيح الثاني للكنيسه اللي مسمى بالاختطاف مش مرتبط بعلامات. ليه؟ الرب قال كده. ادي لحضرتك مثال. في يوحنا 14، انا امضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت وعددت لكم مكانا ما قالش لما تظهر علامات اجي حقيقي. قال اجي على طول، اتي ايضا واخذكم الي. يبقى مجيء المسيح الثاني هيتم في اي وقت وبدون علامات مسبقه. لكن حضرتك ذكرت وقلت في علامات. ايوه في علامات. العلامات دي خاصه بظهور المسيح للعالم مش بالاختطاف. فإذا كانت العلامات ابتدت تظهر وتفيح النهاردة، الخاصة بالظهور اللي بعد الاختطاف ب7 سنين، فبالأولى جدا مجيئه للاختطاف اللي يسبق الظهور. دي حاجة حضرتك فضلت وسألت وقلت إن العلامات كانت موجودة من زمان، من أيام الآباء والأجداد. بنسمع عن حروب، بنسمع عن زلازل، بنسمع عن أوبئة، عن أوبئة في كتير. يعني أيام يوسف كان في مجاعة، وايام عزية كان في زلزلة،
وحصلت في العالم حاجات كتير، بس حضرتك الأحداث كلها متفرقة ومتفاوتة في الزمن. يعني في زلزال ما فيش مجاعات، في مجاعات ما فيش حروب، في حروب لكن ما فيش أوبئة. لكن النهاردة حضرتك اللي ميز الأيام دي إن كل العلامات تكاد تتجمع في وقت واحد. ده الفرق بين دلوقتي وزمان. في واحد من رجال الله الأفاضل إدى تشبيه عجبني أنا شخصيا، ممكن أقوله؟ طبعا. قال إن المرأة الحامل في أثناء 9 شهور فترة الحمل بيجيلها أوجاع، بس أوجاع متفرقة، أوجاع متباعدة. لكن متى تجمعت أوجاع هذه المرأة الحامل في وقت واحد وزادت حدتها، هذا ينبئ بالولادة. النهاردة العلامات دي كلها تكاد تتجمع في وقت واحد. النهاردة في أوبئة، في زلازل، في حروب، في براكين، في مجاعات، في انحدار أخلاقي، في انحدار أدبي، في توترات اقتصادية. كل العلامات تكاد تتجمع في وقت واحد، وده الفرق بين النهاردة وأيام زمان، وده يؤكد قرب مجيء الرب للعالم. وده اللي أقصد الرب، ومتى رأيتم هذه الأمور صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. يعني إذن العلامات دي تجمعت للحروب والزلازل والأوبئة تجمعت كلها في وقت واحد، ده تنبئ بمجيء الرب للعالم مش للكنيسة. فإذا كان مجيئه للعالم زي ما سبقت الإشارة، يعقوب اللي اختطف ب7 سنين، الخطاب ده ايه ده بالأولى. علشان كده احنا منتظرين مجيء الرب بين لحظة وأخرى. فعلا ما كده إذا كانت علامات المجيء التاني للعالم باينت، يبقى بالأولى. يعني حضرتك بتقول لي ان الاختطاف ملوش علامات؟ لا، ما قالش الرب ان في علامات، مش اي حاجه تقول لنا، لان انا منتظر مجيء الرب بين لحظه اخرى. اتي ايضا واخذكم اليه. فالرب ما ربطش مجيء الرب. طب انا كمؤمن، يعني حضرتك قلت لي ان الاختطاف ملوش علامات، انا كمؤمن كابن لله او كبنت لله، انا كان نفسي يبقى في اي علامه بس عشان حتى اسهر اجهز ابقى كده يعني، ولا ايه رايك؟ حضرتك بتسال الحاجه الواقعيه العمليه. هو برضو الاجابه ان انا لازم اكون اسهر في اي وقت. وهو الرب ليه ما اعطناش علامات لمجيئه التاني؟ عشان اكون مستعد في اي وقت، وسهران في اي وقت، واخدمه في اي وقت. يعني مثلا على سبيل الفرض، لو الرب قال انه جاي بعد سنه مثلا، يبقى انا هنام مش هسهر ومش هخدم ولا استعد، لما يعني قبل سنه كده بيومين ثلاثه ابقى ايه اخدم واستعد. لا، عدم تحديد ميعاد لمجيء الرب تاني للكنيسه في حكمه الهيه، علشان من دلوقتي اخدم الرب، ومن دلوقتي اسهر واستعد واعيش للرب يسوع. وده الكلام قاله الرسول بولس، هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعه لنستيقظ من النوم، إننا يجب أن نكون في يقظة مستمرة في كل الأوقات. يعني بما أنه ما قالش أي علامة للاختطاف، اختطاف الكنيسة، فده بيدينا أن احنا نكون جاهزين وسهرانين بنخدم الرب من دلوقتي. لأنه ممكن يجي في أي وقت. يجي في أي وقت بالضبط. يعني ممكن حضرتك الحلقة دي تخلص وتبقى لا تستبعد. ليه لا؟ أنا ممكن قبل ما أروح البيت الرب يجي. أنا بقولها كده في كل مكان، وده مش يعني تملق في الكلام، لا لا لا، حقيقة. دي حقيقة بقى كتابيا كده. وإن مضيت وعددت لكم مكانا، مضى الرب يسوع للصليب، أعدني للمكان، جهزني أنا للمكان، ثم مضى إلى بيت الآب لكي يفتح المكان ليا. فده تم وده تم، يبقى بقى إيه؟ آتي أيضا واخذكم الي. ما قالش امتى، في اي وقت. طب لو اي حد من المشاهدين راح سال سؤال، ان في بعض العلامات لسه ما ظهرتش يعني، ولا كل علامات؟ شوف حضرتك، العلامات اللي موجوده حاليا النهارده، لو عايز الاجابه يعني تحديدا،
مش هي دي العلامات بتاعة الظهور. علامات الخاصة بالظهور دي مذكورة في إنجيل متى 24. وما ليه اللي حصل النهاردة؟ البروفة، المقدمات. يعني إذن دي بروفة ومش العلامات الحقيقية. لا لا لا. يعني مثلا الكتاب يخبرنا في سفر الرؤيا بدل ما نصح ست إن في مجاعات وفي أوبئة وفي زلازل وفي الوحش اللي بعد كده الوحش الطالع من الأرض والوحش الطالع من البحر، كل ده هنكلم هنستكمله في بقية الحلقات. وكل ده دي عبارة عن هي دي العلامات بتاعت الظهور. لكن الكلام ده ما حصلش النهاردة. يعني النهاردة في مجاعات بس على نطاق محدود، الدول الغنية بتساعد الدول الفقيرة. لكن المجاعات اللي يقصدها الكتاب اللي في رؤية 6 ومتى 24 ده على مستوى العالم كله، دي مش هتكون الكنيسة على الأرض. فالكنيسة معفاة من هذه العلامات الصعبة والضخمة. فاللي عايز أقوله إجابة لسؤال حضرتك، اللي حادث حاليا ده عبارة عن مقدمات ومبادئ للعلامات، بروفة. لكن العلامات الحقيقية بعد اختطاف الكنيسة. العلامات الحقيقية بعد اختطاف الكنيسة. طب معلش يا أخي إفرايم، عايزك تساعدني شوية معلش. يعني اختطاف الكنيسة هو مين اللي هيمتاز بهذا؟ يعني اللي هيمتاز بالاختطاف جميع المؤمنين بالرب يسوع في كل أنحاء العالم بصرف النظر عن اللغة، الجنس، الجنسية، في أي مكان. لأن جسد المسيح يشمل جميع المؤمنين في كل أنحاء العالم على مستوى الكرة الأرضية. فيش تقسيمات في جسد المسيح. فوق لما نوصل للسماء بالاختطاف هنجلس على العروش، المؤمنين من العهدين القديم والجديد جالسين على 24 عرش. دول مين؟ دول كل المؤمنين من كل أنحاء المسكونة. دول المنوطين بالاختطاف. يعني إذن المؤمنين من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، ما فيش تفرقة في جسد من المسيح. كنيسة الله، بقول مرة تاني، تشمل جميع المؤمنين في كل أنحاء العالم. والحقيقة كتبها كده، قال لما نرجع مثلا لرسالة أفسس أصحاح 2، لأنه هو سلامنا المسيح الذي جعل الاثنين واحدا. مين الاثنين دول؟ اليهود والأمم. ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. في جسد المسيح الواحد لا فرق بين يهودي أممي، أبيض وسود، بربري سكيسي، رجل أو امرأة. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. عشان كده أي حد بيشاهدنا النهاردة ممكن يتمتع بهذا الامتياز من خلال هذه الحلقة، أن يؤمن بالمسيح يسكن فيه الروح القدس، ينضم إلى كنيسة الله الحي. طب تحب تبص الكاميرا بتاعتك وتوجه كلمة للناس اللي بتشوفك دلوقتي تشجعهم أنهم يكونوا من يعني جوه العيلة الجميلة دي يعني. اتفضح. ده كلام كويس برضو، وناشد كل من يشاهدنا من خلال هذا البرنامج انه يتمتع بهذا الامتياز. بنتكلم عن مجيء الرب يسوع الثاني، الاختطاف. يعني حضراتكم عارفين ان اللي يتخلف عن الاختطاف لا امل في ان الرب يديله فرصه اخرى. وفي مثل العذار الحكيمات والجاهلات، المستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. من الذي اغلق الباب؟ الرب اللي يغلق الباب. فالنهارده الباب مفتوح، لكن ماذا بعد إغلاق الباب؟ لا يستطيع أحد أن يفتح هذا الباب. فعشان كده يعني كل شخص بيسمعنا ويشاهدنا الآن وناشده باسم الرب يسوع المسيح أن يأتي إليه، يؤمن به كالفادي كالمخلص الوحيد من كل خطية، فهكذا ينضم إلى جسد المسيح، إلى كنيسة الله الحي، ويتمتع بالاختطاف في مجيئه الثاني. طيب خلينا نمشي بالتدرج. اتفضل مره تانية، معلش هتستحملني هنا. لا يعني ما بفهمش بسرعه بصراحه. دلوقتي في اختطاف،
في ظهور الظهور صح كده؟ اي انا اسمع يعني من حضراتكم بتكلمونا عن ان في حاجة اسمها الضيقة العظيمة. ايوه وبتقسمها لي 3.5 و3. انا عايزك يعني تستفيد شوية في الحتة دي. ممكن تحكي لي عن ايه الضيقة العظيمة دي؟ أيوة. وهتحصل امتى؟ ايوه كلمنا عن ضيقة عظيمة. بنرجع بالكنيسة. سيب الكنيسة دلوقتي. أيوة. يعني حضرتك بعد الاختطاف بعد وصول الكنيسة الى السماء يمر عالم ب7 سنين كرب وضغط. ال7 سنين دول بينقسموا الى قسمين، وده يقودنا للجزء اللي حضرتك كنت سألت فيه. الجزء الاول 3.5 مبتدأ الاوجاع، والجزء الثاني 3.5 الضيقة العظيمة. في مبتدأ الاوجاع هتبقى فيها ضربات، وفي الضيقة هتبقى فيها ضربات. حضرتك بدءا من سفر الرؤيا الصح 6 لرؤيا 19 المشوار الطويل ده كله مدته 7 سنين تنصب فيه على العالم 21 ضربة، 7 خطوم 7 ابواق 7 جامات. هتقول لي بقى فين الضيقة العظيمة؟ المبتدأ الاوجاع 7 خطوم الاولى، بعد كده لما نوصل لاصح 12 من سفر الرؤيا لما يطرح الشيطان من السماء على الأرض به غضب عظيم يولع المسكونة، لأن روح هيدخل فيه شخصيتين آدميتين الوحش والنبي الكذاب، يكونوا ثلاثي الثالوث الأنجس ضد الله الواحد في أقانيمه الثلاثة. ده يخلي النص الثاني من الأسبوع ضيقة عظيمة. ليه؟ الشيطان طرح على الأرض. أسود أيام وأسوأ أيام هتمر بالخليقة هي الضيقة العظيمة 3.5 الأخيرة. إيه اللي يحصل فيها يعني؟ شوف حضرتك يعني هتحصل حاجات كتيرة جدا. أولا وأعتقد يعني أنا هقول لحضرتك حاجات إجمالية علينا، التفصيلات ممكن في استكمال إن أعطانا رب فرص أخرى يعني. عندنا يعني الـ 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 الإنسان هيتأله، هيبقى إله. الوحش طالع من البحر هيطالب العالم كله بالسجود ليه، ويستعبد حريات الإنسان، وهتبقى في شريحة إلكترونية لكل البشرية، كل البشرية، لأن حلم الإنسان أن يملك على العالم، وده مش أول مرة ولا آخر مرة. هرق في التاريخ مثلا الإمبراطوريات الأربعة، بابل والفرس واليونان والرومان، الأباطرة دول عايزين يحكموا العالم كله، وفعلا حكموا العالم كله بس لفترة محدودة. نابليون بونابرت كان عايز يحكم العالم كله لكن لفترة محدودة. أدولف هتلر زعيم الحرب العالمية الثانية كاتب في مذكراته بكل أسف أنا سأحكم العالم 1000 سنة، ومحددة 1000 سنة، لكن مات هتلر وما حكمش العالم. لكن كل دي حاجات يعني وهمية. واحد بقى اللي هو الوحش ده اللي طالع من البحر، اللي هو مش معنى البحر يعني، البحر يرمز الى العالم الاممي، وده هيطلع من اوروبا من العالم الاممي، يقود العالم كله ان يبقى مش بس ضد المسيح، ان يقدموا السجود والولاء ليه. حضرتك مش واخد بالك ان اوروبا بتتحد مع بعض؟ الاتحاد يعني الاوروبي من فترة طويلة سيد سمير كونوا ما يسمى بالسوق الاوروبية المشتركة. دي من زمان. حصل تطورات في الوحدة ان هم عملوا العملة الموحدة اليورو. حصل تطورات عملوا الفيزا الموحدة الشنجل. النهاردة اليورو يصرف في كل الدول الاوروبية، الفيزا الموحدة تخش بها كل دول اوروبا. ليه التكتل ده؟ عشان تبقى أوروبا قوة سياسية عسكرية كبيرة يطلع منها الزعيم الوحش. لكن هيملك على العالم قد إيه؟ 3.5 بس. ويقبض الرب عليه، يقبض عليه ويطرحه حيا في بحيرة النار مع النبي الكذاب. ليه؟ يعني الرب هيقبض عليهم عليهم أو على الوحش أحياء
أحياء ويطرحها في البحيرة المتقدة بدون محاكمة. ليه؟ دول دوخوا العالم كله، جرائمهم في العالم كله دون محاكمة، يطرحوا رأسا من الأرض إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طيب يعني الوحش ده هل ليه علامات؟ هل ليه صفات؟ أيوة حضرتك، شوف طويل قصير تخين رفيع، يعني هو إيه الوحش ده؟ كلمة الوحش كل أسف ده إنسان، ده بني آدم إنسان متوحش. يعني متوحش، ودي حضرتك مش لأول فكرة، مش أول فكرة تيجي في الكتاب. لو رجعنا لسفر دانيال، لما دانيال فسر الحلم بتاع نبوخذ نصر تمثال على صورة إنسان في أربع ممالك، الأربع ممالك دول اللي هم مملكة بابل ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان، ده مش موضوعنا، بس اللي عايز أقوله نفس الموضوع ده نفهم فيه، يعني نفس الموضوع ده الممالك العالم الأربعة اللي مصورين في صورة تمثال على شكل إنسان، لو رجعنا الأصحاح 7 من سفر دانيال هنلاقي نفس الدرس معاد، الأربع ممالك برضو، بس بدل ما يجيبهم في صورة إنسان عارف جابهم في صورة إيه؟ حيوانات متوحشة، أسد ودب ونمر وحيوان رابع هائل قوي. مين دول؟ هم الممالك الأربعة تحولوا من الإنسانية إلى الوحشية. هل الإنسان ممكن يبقى متوحش؟ أيوة، الخطيئة بتعمل كده. الناس اللي بتقتل بعض وبتذبح بعض وبتسرق بعض تعتدي على بعض وبتنهب بعض دي وحشية، وحشية، يعني يتحول الإنسان إلى وحش إذا تخلت عنه نعمة الله. القمة بقى حضرتك في الشخص ده المشار إليه في رؤية 13، وحش على مستوى العالم كله، هيبقى فيه وحوش، وحش ديني ووحش سياسي. وحش ديني هيطلع من خلال هذا الشعب، الشعب اليهودي. وحش سياسي هيطلع من أوروبا. وحوش هتتزعم القيادة والسياسة في العالم. واحد ده اسمه النبي الكذاب، ده يجي بعد اقتطاف الكنيسة. يبقى الكنيسة مش هتبقى هنا. لا 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 لا. الكنيسة معفاة من الضيق. مشيت. معفاة من الضيق، وحضرتك عندي شاهدين يأكدوا إن الكنيسة معفاة من الضيق. أنا بنحكي أحداث ما بعد الاختطاف. ما بعد الاختطاف. الشاهد الأول اللي يأكد مهم إن الكنيسة معفاة تسالونيك الأولى أصح 1:10. عشان يحطونا على الشاشة. ممكن. تسالونيكي الأولى 1:10. 1:10. وكيف رجعت من الله من الأوثان؟ ليه؟ لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وإيه كمان؟ وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقام من الأموات يسوع، الآية جاية بقى، الذي ينقذنا من إيه؟ الغضب الآتي، الغضب اللي جاي. يبقى الكنيسة معفاة من الغضب اللي جاي، ده أول شاهد. الشاهد الثاني في رؤية 3:10، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من، مش فيه، من، يعني قبل ما يحصل، من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. يبقى الكنيسة معفاة من الضيقة. تعرف حضرتك ليه؟ دي جسد المسيح، عروس المسيح. في إنسان يهمل في جسده؟ لا طبعا. وفي إنسان يسمح بعروسته تتبهدل في الضيقة؟ ما ينفعش. بالأولى جدا الرب باعتباره الرأس، رأس الكنيسة، يقدر يحفظ الجسد بتاعه. فالكنيسة منطقيا معفاة من الضيقة، معفاة من الغضب. وأنا بأنقل هذه الأخبار السارة لكل اللي أمنوا بالرب يسوع، مش هتحضروا الضيقة ولا تحضروا الغضب، لا مبتدأ الأوجاع
ولا الضيق العظيم. يعني ولا ثلاث سنين ونص الأولين. لا 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 ولا الأخرانيين. ولا الثلاث. ولا الأخرانيين. يعني لا دولة ولا دولة. ولا دولة ولا دولة. مش ما كيسة مش هتبقى هنا. لا لا طبعا. طيب أخ إفرايم خليني برضو يعني أقول حاجة تانية. الكنيسة هتختطف. أي. وبعد كده في الضيقة العظيمة. في السبع سنين الضيقة. السبع سنين دول. اللي منقسمة قسمين. أي. طيب سؤال. هل في مسيحيين هيبقوا موجودين في ال؟ لا. مؤمنين أقصد لا، لكن في مسيحيين بالاسم. لا مسيحيين بالاسم. في. شوف حضرتك. هيبقوا موجودين؟ هقول لحضرتك. المؤمنين خلاص تم اختطافهم. يتباع على الأرض المتخلفين ثلاث فئات. ثلاث فئات. أول فئة المسيحيين بالاسم. اللي دول يمثلوا بالخمس عذار الجاهلات حضرتك لو تفتكر في متى 25. مش يقول والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وبعد كده إيه؟ أغلق الباب. مين اللي بره؟ الخمسة الجاهلات هم مين؟ دول المسيحيين بالاسم. اللي دعي عليهم اسم المسيح. يعني مسيحيين بالاسم دول مش لا دول هيقعدوا. أغلق عليهم هيقعدوا. في فئتين تانيين. اليهود اللي رفضوا المسيح. واللي تنسب اليهم جريمة صلب المسيح قاعدين يقول لك المسيح لسه ما جاش. الفئة الثالثة الشعوب الوثنية الأخرى. دول ثلاث فئات هيتخلفوا عن الاختطاف ويحضروا أحداث الضيق اللي هي السبع سنين. يعني دول شوية معلش هفهم حاجة ان دول هيقعدوا هيحضروا الضيقة. الضيقة كلها السبع سنين. السبع سنين. السؤال بقى. ما فيش فرصة في السبع سنين دي لحد يتوب؟ شوف حضرتك. المسيحيين بالاسم كل شخص اتولد في دائرة ملكوت السماوات ملوش فرصة. فرصته دلوقتي. لكن بعد الاختطاف بالنسبة للشعوب الأممية وبالنسبة لليهود الذين لم تصلهم بشارة النعمة ليوم منهم لفرصة. لكن دلوقتي مفيش فرصة لأي حد حاليا، لأن مفيش فرق بين شعب وشعب. طب حرك البشارة الإنجيل النهاردة هل بتتجه لشعب دون شعب؟ لا طبعا. اذهبوا إلى العالم أكبر. يبقى كل العالم وصل للإنجيل. احنا ما نتصور نقول يمكن إنسان مش عارف. التصور ده خاطئ. أنا ما تصورش إن في واحد ما وصلتهوش البشارة. الله مسؤول إن يوصل كلامه لكل إنسان في العالم. النهاردة حضرتك المبشرين، قنوات الفضائية، الكتب المقدسة المترجمة بكل لغات، الرب يقدر يوصل بكلمته إلى كل إنسان في العالم بلغته ولهجته. ده في الوقت الحالي. أنت بالعذر أيها الإنسان. ده حاليا. لكن في المستقبل الذين لم تصلهم البشارة من الأمم أو من اليهود اللي ما توصلهمش البشارة أعتقد لهم إيه فرصة تاني. دي لا تخصنا إحنا، تخص الشعوب اللي جاية بعد كده. يعني إذا هناك فرصة تانية اللي لسه لم تصلهم البشارة. مش من النصارى. لا من الدوائر التانية. من الدوائر التانية. بالظبط. وإن الكنيسة مش هتكون موجودة. لا طبعا الكنيسة طبعا. ما أنا براجع اللي حضرتك قلت يعني. وإن الكنيسة مش هتبقى موجودة السبع سنين. بالشواهد اللي حضرتك قلت لنا عليه. طيب هل تحب حضرتك تقول لنا في نهاية السبع سنين إيه اللي هيحصل؟ هتحصل فيه ثلاث أحداث. تسمح لي بس أقول عناوينهم. طبعا تفضل. التفصيلات مش هتنفع. قدرتك خالص. مش هتنفع في الحلقة دي. تفصيلات. تفصيلات هتبقى عايزة وقت كبير. عايزة وقت. إيه الثلاث تفصيل؟ إيه العناوين دي؟ في نهاية السبع سنين أولا الرب هينزل من السماء. ظهور المسيح. قلنا في فرق بين الاختطاف والظهور. الاختطاف سري. العين مش هتشوفه. المسيح. لكن بالنسبة للظهور علني. هو زيأتي مع السحاب وستنظره كل عين. ده الظهور. الرب بقى هو نازل هيجري ثلاث أحداث. الحدث الأول اسمه الحصاد. والحدث الثاني اسمه المعصرة.
والحدث الثالث اسمه دانونة الأحياء. يبقى في الحصاد والمعصرة. وفي المعصرة ودانونة الأحياء. آه. الحصاد خاص بالشعب القديم الشعب الأرضي، لأن في حنطة الإنسان زرع حنطة وجعده زرع زوان، فقوم يشيلوا الزوان من الحنطة، الرب قال لهم لا دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد. يجي الرب هيحصد الزوان ده وهو نازل، يتبقى حاجتين المعصرة ودانونة الأحياء. المعصرة دي اللي هو هيدوس الرب بغضبه أمم وشعوب رفضته، وده هيكون في وادي هرمجدون. هرمجدون، معركة هرمجدون، كتير قوي بيسألوا عن هرمجدون، وأنا عايز أأكل الكلام لفرصة تاني انت عندك. لأن الموضوع كبير. هرمجدون هي مش معركة بحصر اللفظ على ما يتجمع لشعوب جاية من كل مكان جاية في هذه الأرض، والرب هيلتقي معاهم ويدوسهم، وده له شواهد. المعركة الثالثة اللي هو دينونة الأحياء، لما يجلس الرب على كرسي مجده، ده في متى 25-31، يجتمع أمامه جميع الشعوب يفرزهم كما يميز الراعي الخراف عن الجداء. الكلام ده تكون في وادي يهوشافاط، لما الرب ينزل ورجليه تمس جبل الزيتون، ينشق الجبل الى نصفين، يصير وادي في الوسط اسمه وادي يهوشافاط. اجل انا قلت عناوين بس. يبقى اذن الحصاد، ثم المعصره هرمجدون، ثم دانونة الاحياء في وادي يهوشافاط. وطبعا بأجل الكلام بالشواهد. أيوة للفرص اللي بعدك. طيب يعني برضو برجع أقول أني في نهاية في نهاية الضيقة العظيمة. في نهاية السبع سنين. إحنا نفسي أعرف هو إيه اللي هيحصل في السماء. أيوة. في السبع سنين دولة وإيه اللي بيحصل في الأرض دي نعرفنا. أيوه. ضيقة عظيمة ومبتدأ أوجاع، بعدين الثلاث سنين ونص التانيين الضيقة العظيمة وصفت لنا عليك شوية فيها، يعني عايز أعرف طب إحنا فوق يعني الكنيسة اللي اقتصفت إيه اللي حصل معها؟ ده سؤال بشكر حضرتك عليه مهم جدا، لأن هيلخص اللي فات كله. اللي إحنا الرب هيجي، أدينا منتظرين، كلنا منتظرين، وأكيد هو جاي. ها؟ لأن وعد، والرب لما يوعد ما يرجعش في وعده. انا باكد ان الرب جاي مش عشان انا بقول، لان الرب هو اللي قال. طب لما يكون انا مؤمن والشك بي 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 بيجيني ناحيه من حين رقد الاباء وكل شيء باق كما هو، واين هو موعد مجيئه؟ يعني هو شوف الشك ده نوعين، واحد مش مصدق كلمه الله والاشاره اللي ذكرتها حضرتك، لكن واحد يعني مش بيقرا كلمه الله، ما عندوش تثبيت في الحقائق، فبيشك. العلاج يرجع لكلمه الله. المؤمنين بعد الاختطاف هيكونوا في السماء لمده 7 سنين، الاشرار على الارض نفس المده 7 سنين. يبقى في ناس في السماء وفي ناس على الارض. اللي في السماء بيعملوا ايه؟ بيرنموا، ولا على الارض بيصرخوا؟ حاجه عجيبه. ناس بترنم وناس بتصرخ. اللي بيرنم دول بيرنموا بيقولوا يترنمون ترنيمة جديدة، قالين مستحق أنت أن تفتح السفر وتفك ختومه، لأنك ذبحت واشتريتان لله أبيك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة فسنملك على الأرض. دول بيرنموا، احنا هنكون من ضمنهم. طب اللي على الأرض بقى في نفس التوقيت السبع سنين دول مصبوب عليهم الضربات ال21 اللي سبق وذكرناهم، 7 خطوم 7 أبواق 7 جمات. قلت لحضرتك اللي في السماء بيرنموا واللي على الارض بيصرخوا، عندي دليلين يبينوا الوجع والالم والحسره والندم. ايه الدليلين دول؟ الدليل الاول، وكانوا يعضون على السنتهم من شده الوجع.
شوف لما حد بيعمل عمليه جراحيه في مرحله من المراحل يكون فتح كبير بيحطوا له حاجه بين فكي الاسنان كمان لالا البنج يهرب ومن الالم يعضوا لسانه يقطعه. فهم دول يعضون على السنتهم من شده الوجع ولم يتوب عن عمله. ده اول حاجه. حاجة تانية، هل الضربات القضائية دي قادت الناس اللي على الأرض أنها توب وترجع للرب؟ لا، ثلاث مرات جدفوا على إله السماء. ثلاث مرات، صور حضرتك ثلاث مرات جدفوا على إله السماء من شدة الوجع. يبقى اطلع بنتيجة أن ما فيش حد يقود الإنسان إلى التوبة وإلى الرجوع للرب إلا النعمة. الوعيد والتهديد والضربات خلت الناس تكفر وتجدف على إله السماء. عشان كده يعني برضو بقول للمشاهد الكريم إن مفيش حاجة تقودك إلى المسيح إلا النعمة. احنا النهاردة في زمان النعمة وفي سنة الرب المقبولة. اليوم يوم خلاص والوقت والوقت وقت مقبول. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني الرب وصل لحضراتكم من خلال هذا البرنامج، مش ده سلطان عند ربنا؟ نطيع ونرجع ونفوق، وإلا لو تخلفت عن الاختطاف الضربة هتكون موجعة جدا. حلوة الرسالة الجميلة. أيوة. دي حقيقي، يعني هو ده الغرض. شوف حضرتك التعليم ما يفيدش الخاطي. احنا الحلقة بتاعتنا دي حلقة بنائية تعليمية، لكن لازم يكون فيها كرازة صح وفيها بشارة. لأن حضرتك جداً. أنا بتكلم كلام واقعي. أنت لما مثلا، أنا أدي مثال أهو إن شاء الله عجبك المثال ده. لعازر أثناء الأربع أيام وهو في القبر، افرض أنا أديته وعظة وهو في القبر، علمته تعليم، ده راجل ميت. ما في القبر الميت محتاج لإيه؟ عايز حد يقومه الأول. حياة. مظبوط، يصحى الأول حياة. وبعد ما ياخد حياة حلوه وضايز بيتعلم، فاللي بيتعلم ياخد حياة في الأول. صح. فعشان كده حضرتك التعليم وده كويس جدا والتفصيل ده كويس جدا، تفصيل كلمة الله، لكن الخاطئ ما يستفيدش. الخاطئ الأول يرجع للرب ياخد حياة، واللي خد حياة يقدر يتعلم. صحيح جدا. طيب يعني مش انت قلت لنا دلوقتي في السبع سنين دول المؤمنين فوق بيرنموا والأشرار بيصرخوا. والأشرار بيصرخوا، في حاجة تانية غير ترنيم هتحصل فوق ولا بس؟ أيوة. فيه في إيه؟ في نهاية السبع سنين في حاجتين هنقف قدام كرسي المسيح للمكافآت. مش الرب هيكافئ التعبين ويوزع كليل؟ عندك إكليل البر، إكليل الحياة، إكليل المجد. أيوة أيوة. كل ده هيوزعه الرب لمين؟ لكل التعبين. من حضرتك فعايز بقى انا ثلاث ايات فيهم الاكاليل دي، الشواهد دي. كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياه. ده رؤيا اثنين. رؤيا اثنين. اثنين. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه. يعقوب، رساله يعقوب تكره صح واحد. ده اكليل الحياه يعطى للشخص اللي استشهد لاجل المسيح واللي احتمل التجربه. في بقى اكليل المجد، ده يذكره لنا الرسول بولس في بطرس الاولى 5، ومتى ظهر رئيس الرعاه تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى. ايه اكليل المجد؟ اللي بيشارك الرب في رعايه القطيع. رب قال لبطرس انت بتحبني؟ طب ارعى غنمي، ارعى خرافي. ايوه. كل اللي بيرعوا قطيع الرب ليهم اكليل اسمه اكليل المجد. في كمان اكليل البر للي جاهدوا وتعبوا لاجل المسيح. جاهدتوا الجهاد الحسن، اكملت حفظت الايمان، اكملت السعي، واخيرا وضع لي اكليل البر. الكلام ده في تيموثاوس الثانية أصح 4. طيب لكن كل يعني الكنيسة العامة الأكاليل دي هتتقسم علينا، أو بلاش
أتمنى جميعنا نصل، لكن يعني هتتقسم يعني؟ لا هي مش هتتقسم بالظبط، هتعطى لكل التعبين اللي هيقيم الرب نفسه. ده اللي أنا كنت بسألك فيه. أنا يعني أنت جبت لي التعبير الصح، يعني من الذي سيقيم؟ الرب نفسه. الأخ إفرايم ياخد ده وسين عين كده، الرب. الرب، لأن الأكاليل دي هديها بحسب التعبين والخدمة اللي مجدة الرب. ما أنا ممكن أعمل حاجة مش لمجد الله وفاكر إن عليها أكاليل وما خدش عليها حاجة. الرب يعرف الدوافع، فهو اللي يمتحن، هو اللي يمتحن، لأنه لابد أننا نظهر أمام كرسي المسيح، يمتحن الدوافع اللي جوه. فإحنا مش كلنا مش زي بعض، كلنا زي بعض في المقام كمؤمنين، في المقام أولاد لله. آه. لكن نختلف في الأكاليل طبعا. مش معقول واحد مثلا زي الرسول بولس يتساوى بواحد زي ديماس، إذا كان ديماس دخل السماء ما عارفش راح فين، واخد بالك كلام كتير عليه يعني. أي. حضرتك قلت لي ايه الاحداث كمان اللي في السماء في السبع سنين؟ انا قلت اتنين بقى لسه، واحده اول المؤمنين بيرنموا ثم يقف قدام كرسي المسيح، في حاجه ثالثه حفل الزفاف. في حفل زفاف كمان، كنيسه تزفر المسيح. آه. تختم السبع سنين بحفل زفاف. فين دي بقى؟ جت سفر الرؤيا اصحاح 19، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. لأن عرس الخروف قد جاء، عرس الحمل. من الحمل؟ المسيح. وامرأته، من هي امرأته؟ الكنيسة اللي طلعت فوق قبل السبع سنين. وامرأته هيئت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. شوف بقى الكلام اللي جايب على كده عجيب قوي. وقال لي رؤية 19 اكتب طوبة للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. يبقى في عريس وعروس ومدعوين. مين العريس؟ الرب يسوع. مين العروس؟ الكنيسة. مين المدعوين؟ كل بتوع الشعب القديم القديسين اللي هم قبل تكوين الكنيسة. اللي هم قبل الصليب، قبل يعني الصليب، واللي هيجوا بعد الصليب. لأن الكنيسة فقط تكونت من يوم الخمسين إلى يوم الاختطاف. ليه؟ لأن دول اللي سكن فيهم الروح. فدول العروس، دول العروس، دول أصدقاء العريس. المدعوين بقى اللي بتوع الفرق التانية السماوية من العهد القديم، يعني إبراهيم وإسحاوي أو مش من ضمن العروس. ما عشان كده انا بقى خد الاعجب من كده. ايه؟ يوحنا المعمدان. ايوه صحيح. مش برضو طبعا. ليه كده؟ طب ضمن العروس ليه كده؟ وانا اللي قلت كده. هو الراجل ما حضرش الكنيسه مش اتقطعت رقبته؟ طب انت، طب ده المفروض عشان اتقطعت رقبته يعتبر له اكليل، له اكليل. لكن هو الحقيقه بدءا من حضرتك من اعمال اثنين، اعمال اثنين نزول الروح القدس يوم الخمسين، تقرا بقى الكلام الحلو. وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة. الكنيسة قبل كده مفيش كنيسة، وبعد الاختطاف مفيش كنيسة. في مؤمنين بس مش الكنيسة. يبقى تصعد شوف حضرتك مركزنا احنا اعلى من ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف والاباء وكل كل كل ده. هم في المقام رائعين، بس لا يرقى المقام الى مستوى الكنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة عروس المسيح. ليه تاني؟ حضرتك لما بتحضر حفل زفاف بتشوف على الكرسيين عروس وعريس وحواليهم المدعوين. هل المدعوين يتمتعوا بذات القرب من العريس؟ لا طبعا. لا طبعا. ده كمان، هل المدعوين ينطبق عليهم ويكون الاثنان جسدا واحدا؟ لا لا، ده العريس وعروسه، ده كلام منطقي جدا. ويكون الاثنان جسدا واحدا، هذا السر عظيم، ولكننا كل من نحو المسيح والكنيسة. يبقى احنا في السماء في عريس وفي عروس وفي مدعوين، لكن احنا واخدين المركز الممتاز، الأطفال الأولى، المركز الممتاز. احنا كنيسة على كنيسة المسيح. وبرضو بأكد حركة تاني، الكنيسة ليس لها علاقة بالطائفية ولا بالمذاهب ولا بالعقائد ولا بأي حاجة. كل اللي يؤمن بالرب يسوع
في أي مكان في العالم أنوره يسكن فيه الروح القدس. وتعرف حضرتك مش الناس اللي بتضم، فيش حاجة اسمها واحد يضمني للكنيسة، لا، وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين أخلصوا. طيب بنقرأ برضه في عبرانيين وكده أن في سحابة شهود، فالجماعة دول مش سحابة شهود وتقال أساميهم سحابة شهود، لكن مش من ضمن الكنيسة. لكن مين الشهود اللي من ضمن الكنيسة؟ اللي استشهدوا في عصر الكنيسة. يعني واحد زي استفانوس مصر استشهد في عصر الكنيسة، أعمال سبعة، يعني حضر يوم الخمسين، يعني روح القدس أعطي يوم الخمسين، أعمال اتنين، وده استشهد في أصحاح سبعة. تعالى مثلا شاور الترسوسي اتقابل مع الرب، قصته في أعمال تسعة، يبقى حضر يوم الخمسين، يبقى ده من ضمن الكنيسة. ده نفسه حضرتك بولس يسمي نفسه خادم الكنيسة، ايه رأيك بقى؟ خادم الكنيسة وخادم الإنجيل، وبطرس وهكذا، كل الرسل حضروا يوم الخمسين. لكن اللي ما حضروش يوم الخمسين دول ليسوا من ضمن الكنيسة. طيب خليني برضو أرجع تاني، هل هناك من أمل للناس اللي أغلق عليهم حتى لا يعرفوا الإنجيل؟ لا أمل. ليه كده؟ لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. في حضرتك مثل بيقولوا الناس، ممكن أقوله؟ طبعا، كل الطرق تودي الروما، ده عند الناس. وكل الدروب توصل للطحونة، ده عند الناس. وروما فعلا ليها سبع طرق، لكن عند ربنا مفيش طرق مفيش دروب، هو طريق واحد. طريق واحد، أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع هو الطريق، هو سكة السماء، هو نفسه. شوف حضرتك، بدون المسيح لا أمل لأي إنسان يدخل السماء، مفيش أمل خالص. لا يعني أمل لأي إنسان يدخل السماء. عايز أقول يعني أنا هبقى مؤدب يا خفرين في إيه؟ ما أنا هبقى مؤدب وأبقى كويس. أنت راجل طيب، ما ينفعش. طيب أنت شفقان على الناس، بس أنا شفقان، أنا صدقني قريت اللي جواك، شفقان على الناس بس تشفق. يعني حرام الناس غلبانة برضه. طب وأنا راجل، طب أنا بعيد عن المسيح، خطايا مين يغفرها يا سمير؟ خطاياي هتروح فين؟ لا أمل لأي خاطي يخش السماء. ده العائق، مش العائق إن أنا إنسان وآدمي، ما احنا كلنا آدميين، لكن أنا مشكلتي إن أنا عملت الحاجة اللي تمنعني عن دخول السماء. لا وجود لأي خاطي يسوي مشكلته مع المسيح. المسيح حمل خطايانا، هو اللي حل المشكلة، وجي مخصوص عشان كده. تفتكر حضرتك المسيح مش جاب الدرجة الأولى عشان يعمل آيات ومعجزات؟ مش ده الأساس. طب ما إلي عمل آيات ومعجزات، إليش عمل آيات ومعجزات، مش كده ولا إيه؟ لكن المسيح جاب الدرجة الأولى علشان يذهب إلى الصليب، عشان دي المهمة الأساسية، يفدي البشرية، يضع الأساس لغفران خطايانا. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. عشان كده لا أمل لأي إنسان في العالم أن يدخل السماء بدون المسيح، اللي هو الاختطاف، عشان يكون له نصيب في الاختطاف، وفي كل البركات اللي بعد كده. لابد أن يقبل المسيح مخلص، يبقى له نصيب في كنيسة الله، ويبقى له نصيب كمان فين؟ في الاختطاف. ده بالنسبة للإيه؟ للوضع الكتاب الصحيح. طيب المسيح قال عن علامات، تعبناك احنا، لا تفضل. المسيح قال عن علامات للمجيء الثاني، قالها يعني. اكيد قال، يعني انا مش تقصد المجيء الثاني للعالم؟ للعالم. هو اتكلم عن علامات، مش كده؟ ايوه، في متى 24 قال وتكون علامات كتير، اتكلم كل علامات يعني على حضرتك كل ما يعني دينا فكره كده سريعه لمتى 24
هنبص نلاقي انجيل متى اصحاح 24 ده بيكلمنا عن علامات كثيره جدا. اذكر حضرتك بجزء منها في عدد 5، فان كثيرين سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب، علاماتها وباخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه، وتكون مجاعات واوبئه وزلازل في اماكن، هذه كلها مبتدا الاوجاع، وهكذا بيت الاصحاح. فالرب اتكلم عن علامات، بس مدر حضرتك هذه العلامات لا تخص الكنيسه لكن تخص ظهور المسيح للعالم، لسبب مهم اذكر حضرتك به، ان هذا الحديث الرب قاله من على جبل الزيتون، وكان معاه التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس. فهنا ده حديث ما هوش حديث مسيحي، ده حديث للعالم قاعد على جبل الزيتون. مش معنى جبل الزيتون، لان جبل الزيتون ده هو اللي هينزل عليه في مجيئه التاني للعالم، يعني رجليه هتستقر على جبل الزيتون. قلت لحضرتك لما ينشق هذا الجبل ويصير وادي كبير فيه اسمه وادي يهوشافاط. فالحديث هنا ما هوش حديث للكنيسة لكن حديث للعالم. مش حديث للكنيسة لكن حديث للعالم، لكن حديث للعالم للعالم. أي. يعني لو قلت لحضرتك، احنا باين لنا 10 دقايق، لو قلت لحضرتك انك الكلام كل اللي انت قلته عن الاختطاف وعن الظهور وعن المجيء وعن الضيقة العظيمة وعن مبتدأ الأوجاع وعن الوحش، انت قلت لنا كلام كتير قوي. لو قلت لحضرتك انك تبص للكاميرا بتاعتك وتختصره تقوله للمشاهد عشان تشجعه انه ينتظر الرب، تقوله ايه؟ يعني عايز اقول ان الحديث عن المستقبل والحديث عن احداث سفر الرؤيا يعلمني درس. انا برضو عايز اطلع من الحلقة دي بدروس عملية. اول حاجة السهر والاستعداد، السهر والاستعداد. عزيزي المشاهد، في فرق بين الكلمتين، الاستعداد للخاطي، السهر للمؤمن. طب عايز اوثق الكلام ده من الكتاب. لما بيقول في متى 25 والمستعدات دخلنا معه الى العرس، مين المستعدات؟ اللي معاهم الآنية وفيها الزيت، دول المستعدات اللي قبلوا الرب يسوع المسيح. يبقى ما هو الاستعداد؟ قبول المسيح. لما قابل واحد بعيد عن الرب بقول له هل انت مستعد؟ هل انت قبلت المسيح؟ وبعد ما يستعد يجب ان يسهر، السهر للمؤمنين. هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعه، لنستيقظ من النوم، نكون في حالة سهر مستمر، فإن خلاصنا الآن، نتكلم للمؤمنين، أقرب مما كان حين أمن. طيب إيه الدرس الثاني؟ أحس إن عجلة الزمن عمالة تجري بسرعة تجري بسرعة، والمدة عمالة تقصر، ومجيء الرب قرب يقترب. قد تناهى الليل وتقارب النهار، الليل قرب ينتهي. أيضا بدأ الليل من صعود المسيح إلى السماء، في طول فترة غياب الرب عننا ليل، والليل كاد ينتهي، مضى من الليل أكثر من 20 قرن. يبقى احنا في آخر لحظات الليل، والليل كاد ينتهي، والكوكب المنير لاح، والملك سوف يبتدي، وتشرق شمس الصباح، ونحن بالروح نقول ربنا يسوع تعال. أمين نعم فتعال، أنجز لنا صدق المقال. ده أول حاجة أنا بستفيدها من هذا العرض في هذه الحالة. الحاجة الثانية، لازم أعرف أن العالم هش، وهيئة هذا العالم تزول، هيئة هذا العالم تزول. حضراتكم عارفين كلمة إكسباير، الكرة الأرضية قربت تبقى إكسبايرد خلاص، زادت مشاكلها
الزلازل والبراكين والعلامات الخاصة بطبقة الأوزون واختلافات درجة الحرارة والتوترات المناخية، خلاص عمر الكرة الأرضية اكسبايرد خلاص. وكمان يخبرنا رسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 3، هيجي يوم السماوات تنحل وتذوب العناصر محترقة وتحترق الأرض والمستضعفات التي فيها. أدي مصير العالم، تحترق الأرض. طب واحنا ضعت علينا؟ لا، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. آخر حاجة أقولها، مكسرين في عمل الرب كل حين. يعني كل ما أشعر أن مجيء الرب اقترب جدا أقول يا رب ساعدني. إذا كان هتضيف لعمري إن شاء الله يوم واحد، إن شاء الله لحظات، خلينا استثمرها ليك مكسرين. لذلك يا أخواتي الأحباء الرسول سأل كده في كورنثوس الأولى 15 عدد 58، لذلك يا أخواتي الأحباء كونوا مثمرين غير متزعزعين، اثبتوا ما تتزعزعوش، مكسرين مش في التعب في العالم، لا، في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يبقى الثلاث دروس المستفادة، السهر والاستعداد، السهر للمؤمن، الاستعداد للخاطي. الدرس الثاني، هيئة هذا العالم تزول. الدرس الثالث، نكسر في عمل الرب كل حين. هل تحب يا أخي إبراهيم أنك تصلي مع الناس اللي هم دلوقتي بيشوفوك أيوة. وبدأوا بقى يقول لك أنا عايز أستعد، أو خلينا أقول نسهر، أمين، أو في عايز يستعد أيوة. يعني فهل تحب تصلي معهم؟ أمين بكل صلاة. تفضل. يا ربنا الكريم، إننا نباركك ونعظمك من كل القلب لأنك كنت واضحا في هذه الحلقة يا رب من هذا البرنامج. لقد أظهرت شخصك لينا بوضوح، عرفتنا أمور خاصة بالماضي والحاضر والمستقبل، شجعتنا وحذرتنا يا رب. خلينا إذا كنا بعدين عنك نسرع إليك ونقبل إليك يا رب، نقبلك أنت الرب المخلص الوحيد من كل خطية. والمؤمنين يا رب خلينا نسهر، خلينا يا رب نكسر في عملك كل حين، خلينا نتيقن أن هيئة هذا العالم ستزول. لابد أن تأتي يا رب، ولابد أن يتحقق مجيئك، لأنك أنت وعدت ومكتوب الذي وعد هو أمين. بنقول لك من أعماق القلب أمين تعالى أيها الرب يسوع، في اسم المسيح نصلي لك كل المجد. آمين آمين آمين. أنت حاسس، أو خلينا أقول بلاش حاسس دي، بلاش الكلمة دي، أنت متيقن، عندك جواك يقين أن الاختطاف قرب؟ بكل تأكيد. كل الأصوات والعلامات والأحداث اللي في العالم، ولو أن الاختطاف ملوش علاقة بعلامات، لكن اللي حاصل في العالم النهاردة يؤكد أن مجيء الرب اقترب جدا. وده يقين جواك يا خفراي؟ طبعا يقين جوايا، لأن أنا يعني أستشعر من قراءة الكلمة الله وبسمع صوت ربنا كتير، بيكلمني في الكتاب كتير، بيهمس في ودني أنه جاي بسرعة. فأنا متيقن تماما أن أنا هكون من ضمن فريق الأحياء المنتظرين مجيء الرب. هتقول لي ليه؟ الرسول بولس من 2000 سنة كان بيضم نفسه مش من ضمن فريق الراقدين، فريق الأحياء، يقول لأننا نحن الأحياء. يعني أنت معهم؟ أنت معهم الرسول بولس، لا نسبق الراقدين. يعني كان عنده يقين أن الرب هيجي وهو على قيد الحياة، ده الرسول بولس. إذا كان قال الكلام ده من 2000 سنة، ما نحن نقول إيه؟ طبعا أكيد الرب هيجي. طب يعني المسيح لما كان على الأرض 33 سنة اللي خدم وكان معاه تلاميذه، سيبك من يهوذا دلوقتي، لكن كان معاه تلاميذ صادقين بيحبوا ماشيين وراه، لهم ضعفاتهم لكن بيحبوه وهو بيحبهم،
طبعا مش كده برضو؟ طيب انا بكلم على التلاميذ اكيد. ايه الفكره ان ما يقول لهمش هو جاي تاني امتى؟ يعني لماذا لم يحدد الرب مجيئه التاني؟ ليه يعني؟ ليه؟ او بلاش لينا احنا، كان قالوا لبطرس مثلا. ايوه، او القريبين منه يعني. في ثلاثه كانوا قريبين منه، بطرس وابو يوحنا، وفي واحد اقرب من الثلاثه اللي هو يوحنا نفسه. بالظبط، كان بيتكئ على صدر يسوع. يقول له طب قول له علشان يخلينا يعني. عشان يخلينا في حاله السهر باستمرار، نستعد بسرعه في اي وقت نخدمه ونكرمه. لان لو الرب قال هيجي امتى، يبقى الخاطي ما دمك مش هيجي للرب، يقول لك ده لسه الرب هيجي على 5 سنين. والمؤمن هيكسل، يقول لك لما اخدم الرب ده قدامنا فتره لما نخدم الرب، ده ياجل امر الرجوع للتوبه وده ياجل امر خدمته، يبقى طبعا الكلام مش مظبوط. فالرب حكيم جدا وبيتصرف بحكمه، فكون ان ما يحددش ميعاد مجيئه طبعا هو بحكمه يعمل. لكن نقدر نعرف ظهوره امتى؟ لما يجي الرب. لان يعني اول ما يجي الرب يبقى ظهوره هيكون بعد 7 سنين بنعرفها دي من مجيئه. بس مجيئه غير معروف يبقى كله غير معروف. ربنا يباركك يا اخ ابراهيم، احنا متشكرين جدا على وقتك الجميل ده وانا تعلمت كتير على حياتي. انا استفدت، احنا كلنا تلاميذ بنتعامل بالنور. انا ان شاء الله في الاعاده انا همسك ورقه وقلم واذاكرها وراك. الرب يحفظك، ربنا يباركك ويستخدمك. ومرسين محبتك، وكن لينا كمان لقاءات اخرى ونكمل. ان في الموضوع ده كبير وليه لسه حاجات تاني كتير يعني. صحيح. ربنا يباركك شكرا. مرسين محبتك واشكرك جدا يعني بجد يعني. شكرا. واشكركم جدا لاجل حسن المتابعه، وانا اقدر جدا متابعتكم. ربنا يبارككم. عندنا الاعاده يوم الجمعه الساعة 2 الظهر، والاعاده يوم السبت الساعة 2 الظهر، والسبت بالليل الساعة 9. ويعني لو لا يعني لو نفسك تتكلم بالتليفون، نفسك تسال سؤال، ابعت اكتب لقناه الكارما او اكتب لنا، واحنا مستعدين نوصله لاخ ابراهيم ونجاوب على اي سؤال حضرتك تساله. موضوع الحلقه النهارده كان موضوع شيق جدا، بيتكلم عن يعني مجيء المسيح الثاني اللي كلنا بنتكلم فيه وكلنا عايزين نسمع عنه. ربنا يبارككم جدا جدا، ونلتقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. اترككم في رعايه الله.